السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة مع تيلبو شو وأخبار ماليزيا. الحقيقة سامحوني بقى لأن الشمس ضربة في وشي كده وأنا ملقتش مكان تاني أقعد فيه صراحة، لأن حتى معظم الأماكن بسبب إن هي بعد العصر ففيه ناموس كتير جدا، والناموس في ماليزيا يعني مفترس حرفيا صراحة. رئيس الوزراء من أسبوع ونص تقريبا أو أسبوعين طلع حدد خطة للتعافي الكامل لماليزيا، وقال إن الخطة دي هتبقى على 4 مراحل، هتبتدي من شهر يوليو اللي هو شهر 7، وبيستهدفوا في الحقبة الأولانية أو الفترة الأولانية ديت إن هم يوصلوا الحالات اللي في العناية المركزة لعدد معتدل، لأن كان وزير الصحة طلع من فترة كده وقال إن العناية المركزة في حالة صعبة جدا وفي ضغط شديد جدا عليها. الحاجة الثانية إن هم يلقحوا 10% من سكان ماليزيا. الحاجة الثالثة إن الإصابات تقل تحت 4000. بعد كده المرحلة الثانية اللي هي هتكون من شهر يوليو، تكملة يوليو لشهر أغسطس، هيستهدفوا فيها تطعيم 40% من السكان، وإن الحالات الإصابة تنخفض تحت 2000 حالة، وهيفتحوا بعض الأنشطة الاقتصادية في البلاد. التالتة هيفتحوا المدارس والبرلمان، واللي متابع الأخبار الماليزية موضوع البرلمان ده عامل هس هنا، يعني اللي هو عايزينه يشتغلوا فيه قوى سياسية كتير جدا بتتكلم على فتح البرلمان وعدم يعني مد قانون الطوارئ أكتر من كده. فهم بيقولوا إن في الحقبة دي اللي هي التالتة اللي هي من سبتمبر لأكتوبر هيفتحوا البرلمان والمدارس، والمفروض إن هم يوصلوا لتلقيح 60% من السكان، وإن الإصابات تنخفض اقل من 500 إصابة. طبعا هم لما بيوصلوا يعني لما بيوصلوا الاهداف دي بينقلوا على المرحله اللي بعديها، فاعتقد يعني لو الموضوع ما تحققش مثلا هيمدوا شويه لحد ما يوصلوا للهدف دوت، فلو ما جاتش في شهر يوليو هتاخد يوليو واغسطس المرحله الاولى وهكذا. يعني المرحله الاخيره بيقولوا ان هم المفترض يعني اللي هي تكون من نوفمبر ديسمبر اللي هو اخر السنه هيكونوا وصلوا لمناعه القطيع، وفي الحالة دي هيفتحوا جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد. وأعتقد إن هي دي هتكون بداية فتح الحياة في ماليزيا تماما. معرفش بقى هل ده هيترتب عليه إن السياحة هتفتح؟ أنا دايما بقول للناس يعني من فترة حتى على سناب شات لما بعمل سنابات أو برد على الناس في أسئلة أو كده بقول لهم انسوا فكرة إن ماليزيا تفتح السنة دي السياحة، صعب جدا جدا، كل المعطيات بتقول إنها مش تفتح السياحة. إحنا قاعدين بقالنا سنتين أهو داخلين على سنتين عاملين زي المش في البرطمان. ما فيش لا خروج ولا مروحه ولا مجيك، تحسين متخللين كده في مكاننا. فما اعتقدش ان ده هيكون اولويه دلوقتي، هم الاولويه الاولى عندهم تحقيق موضوع التعافي للناس والتعافي الاقتصادي طبعا. فاعتقد يعني ان هم ممكن بعد فتح الاقتصادات في البلاد كلها هنا هيبتدي شويه ينزل بقى يتحط بقى شويه تعليمات جديده. انا اعتقد ان معظم دول العالم، وده طبعا كلام انا مش مستنتجه من فراغ يعني، ده في ناس كتير قالت الكلام ده، ان معظم دول العالم هتبتدي تفتح المنافس بتاعتها، ولكن هتشترط موضوع الحصول على اللقاح، جرعه واحده من اللقاح او جرعتين من اللقاح. ماليزيا للان عامله حجر صحي للناس القادمين من المواطنين والناس معاهم اقامات عمل او اقامات ماليزيا بيت التاني، لازم يخش حجر صحي 14 يوم. فانا يعني لا اعتقد ان السياحه هتفتح قبل الموعد ده ابدا، يعني ممكن بقى على بدايه السنه، الله اعلم بقى في شهر 1 شهر 2 يبتدوا يطلعوا قرارات بقى فيما يخص موضوع السياحه. لكن هو المرتقب والله اعلم ان مناعه القطاع اصلا تحصل في العالم كله، يعني هم منتظرين ان اللقاح اصلا يعني يسمع في العالم كله، وبالتالي يترتب عليه نتائج مرضيه تخلي الدول ما عندهاش الخوف ولا الفزع من موجات الفيروس. لان انتوا زي ما انتوا شايفين كده ماليزيا، انا بتكلم دلوقتي بقول لك الحالات تيجي اقل من 4000. بالمناسبه ماليزيا وصل الاصابات فيها 711,000 اصابه، وامبارح كان ادنى حد من فتره كبيره الاصابات وصلت 4200 وحاجه. فاحنا لما شفنا 4000 ده تفائلنا، برغم ان احنا كنا بنشوف في الاول 200 وحاجه كنا بنتخض. فطبعا هم بيخافوا من الموجات الثانيه، فما اعتقدش ان هم هيفتحوا يسمحوا للموضوع يبقى مهلبيه ثاني. حلوه المهلبيه دي بحبها جدا، بالزبيب وجوز الهند فظيعه. فهو مش هيسمحوا الموضوع يبقى بالمهلبيه تاني، او يبقى مهلبيه تاني، علشان ما يحصلش موضوع الموجات ده وتتاثر تاني على اقتصاد الناس. لان صراحه الناس كمان بالذات اللي بتوع الاشغال اليدويه والحرفيه والمحلات والعمال والكلام ده تضرروا بالغ جدا. فده كده يعني دردشه سريعه، انا هنزلها كده اهوت زي ما هي ان شاء الله، عشان توضح بس للناس الوضع وعشان الاسئله الدائمه على موضوع السياحه. واحاول اثبت الفيديو دوت في الصفحه الرئيسيه لقناه اليوتيوب مثلا لمده لحد ما ربنا يكرمنا ونفتح. طبعا لا انسى ان اقول ان احنا لازلنا لحد الان في تقييد حركه، انا يعني حتى يعني بنزل الناس بتنزل تتريض، فانا بستغل المكان وانا بتريض كده اروح مسجل فيديو ولا حاجه عشان انقل اخبار للناس. لكن لازال ما فيش سفر، ما فيش مروح لاماكن بعيده اكتر من 10 كيلو من المكان اللي انت ساكن فيه. الحركه بحساب الاطفال، ما ينفعش يخرجوا الاماكن بره المكان السكن بتاعهم وهكذا يعني.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يفرج الكرب عن الأمة جميعا ويرفع البلاء، واستنونا إن شاء الله في أخبار جديدة عن ماليزيا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. السلام عليكم.